أكد مجلس الوزراء أهمية مواجهة ومكافحة الإرهاب دون تجاهل معالجة الأسباب والعوامل التي تساهم في انتشار هذا التطرف المنافي لجميع القيم الأخلاقية والشرائع السماوية. ووقف المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة خالد بحاح، وقف أمام الحادث الذي وقع اليوم أمام كلية الشرطة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين. واستهلت الحكومة اجتماعها بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا الحادث. المجلس شدد على تعزيز الاستقرار في صدارة اهتماماته، كون مواجهة الإرهاب من صميم عملية ومسؤولية الوطن والأخلاق، ما يستدعي من الجميع مساندة الحكومة ومؤازرة جهودها في هذا الجانب.